كيف يفسد النمام؟ كيف يكون إفساد النمام كإفساد الساحر؟ أشد من إفساد الساحر، يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. النميمة خطر عظيم عياذ بالله، وهي من السحر، وهي من السحر. ألا أخبركم ما العض؟ هي النميمة، العض هو السحر. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لأنها تؤثر تأثير السحر. نعم، متى تكون النميمة جائزة؟ لا تجوز النميمة في حال من الأحوال، إنما الغيبة، الغيبة تجوز على وجه الشكاية وعلى وجه طلب الحق من المظلوم، يتشكي ويغتاب الظالم ويقول فعل كذا وفعل بي كذا، أكل مالي، سرق مالي، إلى آخره، من باب الشكاية لأجل إنصافه من الظالم، لا بأس. نعم.